ازاي تخسر كرشك في 30 ثانيه. طبعا مساله السمنه والوزن الزياده وكده دي مشكله الناس كلها بتعاني منها، يعني ده مرض العصر يعني، واحنا بنشوف ورا الناس الرشاقه والحركه الخفيفه ومش عارف ايه وبتاع، فدي مساله مهمه جدا، عشان كده قلت اعمل ازاي تخسر كرشك في 30 ثانيه. بس قبل ما اتكلم في الموضوع ده انا كنت عايز اسال سؤال. ليه تخسره؟ ليه؟ هو خلاص يعني انت مش فاكر له اي حاجه؟ كرشك مفيش اي ذكريات ما بينكم؟ مفيش حاجه مشتركه؟ كرشك اللي كان اي حته انت بتخشها بيخش قبل منك، كنت مريح لك ايديك تسند عليه، ناس عماله تدور على مخداته وقرف وانت ساند مستريح، الناس اللي بتشرب سجاير عمر ما تطفي ما وصلت للبنطلون بسبب كرشك، وانت بتتقلب بالليل في السرير انت تتقلب بعدين تلاقي في تقليبه تانيه وراك، نسينا ده؟ نسيت؟ انا 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 ممكن اقول ما تتعشاش وامشي نص ساعه ومش عارف ايه، هتخس في كام شهر في 6 شهور، الكلام ده مكتوب، الكلام ده مكتوب في جروبس، في جروبس معموله دلوقتي عشان يلا بينا نخس كلنا ونخس ونحس ومش عارف ايه وبتاع، لكن معقوله احنا بقينا كده بنعمل جروبس عشان نخسر؟ لا احنا مش كده. انا عارف السكس باكس والجسم الرياضي الانيق والبطن المسطح والكلام دي حلوه جدا، بس دي موضه ممكن تنتهي، موضه الكرش ممكن ترجع تاني. تفتكر لو موضه الكرش رجعت تاني بعد ما انت خسرته هتقدر ترجعه؟ ما افتكرش. شوف شوف سيرته على لسانك، ما افتكرش. يا جماعه انا بنصح كرشك لازم تعيش معاه، لازم تحبه، يعني احتويه، يعني اديله اسم جميل، كلمه كلمه، اسمع كرشك، اسمعه. وفين فين فين تقبل الاخر؟ فين 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 ان اسمعونا والحريات وكده؟ اسمع طبعا، انت لما تسمع كرشك تسمع اصوات مش لطيفه، بس اسمعه، قرب منه، عيش معاه. الحنيه اللي في الاول دي على فكره بتفرق بعد كده، تفرق في الاعمار اللي بعد كده قدام لما تحتويه دلوقتي، لو ما سمعتوش هينطوي. تخيل تخيل يبقى عندك كرش ومنطوي، منظرك يبقى عجيب. فأرجوكم يا جماعة صدقوني تعايشوا معاه، وربنا إن شاء الله هيرزقكم انتوا الاثنين. لأن معلش ثانية واحدة، إيه يا بطة؟ ها؟ ثانية واحدة، شاورما؟ طيب ماشي، طب إيه؟ أبو مازن الأول ولا الملاهي؟ ها؟ أنتِ كلبة حبي شاورما، أنتِ لذيذة، ثانية معلش يا جماعة.